مساء الخير، برحب فيكم اخوتي المشاهدين نور الشرق بحلقه جديده مباشره من البرنامج الاسبوعي يسوع خبز الحياه. عنوان الحلقه الليله المسيحيه وحقوق الانسان. شو السبب لصياغه شرعه حقوق الانسان؟ وهل الشرعه حقيقه اعطت الانسان حريته وحقوقه ام هي ناقصه؟ هل شرعه حقوق الانسان افضل من المسيحيه ام المسيحيه افضل وارفع من شرعه حقوق الانسان؟ وأسئلة كثيرة وغير الليلة رح نطرحها على الضيف الدكتور بطرس الحلو. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا الليلة بهالحلقة. سنتطور منك شوي عن شرعة حقوق الإنسان هي كشرعة، وهل المسيحية أفضل أو ما دون شرعة حقوق الإنسان. خلينا نبلش بداية دكتور بالقسم الأول عن شرعة حقوق الإنسان. هل الحرب العالمية الثانية هي كانت السبب والدافع أنه يطلقوا يجتمعوا هالأمم ويعملوا هالصيغة منعا لحروب أخرى على هالمستوى هيدا العالمي؟ بداية بحب أقول أنه ما دوم الموضوع موضوع حقوق الإنسان والمسيحية، بحب أقول أنه المسيحية هي ديانة وهي رسالة كوكبية تحيط بالكرة الأرضية كلها. الرب لما بده ينطلق ويرتفع للمجد قعد مع الـ11 تلميذ وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. العالم أجمع يعني كل الخليقة. الإنجيل هو بشارة الفرح. بشو بدهم يبشروا؟ بدهم يبشروا انه اللي قال لهم المسيح تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم. فاذا المسيحيه هي ديانه كوكبيه توصل للانسان الراحه، لان حملي هين، لان نيري هين وحملي ثقيل، وهي بشاره مفرحه. والحقيقه العالم المسيحي مهتم جدا في مسألة نشر البشارة بآلاف الترجمات لكل اللغات لكل اللهجات، حتى تصل للأسود والأبيض والأحمر، وتصل للعبد وتصل للحر وتصل للمرأة وتصل للرجل، ولا تصل لكل العالم، وهي بشارة مفرحة ومخلصة للإنسان. بالنسبة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان هو كناية عن مجموعة قيم، مجموعة قرارات أطلقتها دول أوروبا، أمريكا وأوروبا، حتى تكون نوع من المنهج اللي يجب أن تتبعه قدر الإمكان كل الدول، تتحسن التعامل بعضها مع بعض وتحسن التعامل مع شعبها. يعني تمنع الطغيان، تمنع البطش، تمنع التسلط، تمنع الدكتاتورية، تعطي للإنسان حقه، حريته، حقه في الحياة، حقه في الوجود، حقه في التمتع بالملكية، حقه الشخصي أن يتزوج، أن يتعلم، أن إلى آخره. بداية الاتفاقات كانت بويستفاليا على أثر الحرب البروتستانتية والكاثوليكية، طلعت هالاتفاقية بال1648، اعطت شيء من حقوق الانسان وحدت من سلطة الامارات الالمانية لصالح التسامح الديني. بعد ذلك اجت الثورة الفرنسية بال1789. الثورة الفرنسية كان لها موجباتها وضروراتها، قامت لأنه كان في ظلم وكان في قهر وكان في فقر وكان في تعتير. كان ممكن الثورة الفرنسية تكتفي بال11,000 قتيل الأول وتركز دعائم الدولة، ولكن تفلتت الغريزة واستفاق الوحش في الإنسان، بلغ عدد القتلى 1,400,000 فرنسي، كل من الرجال والشباب والنساء، وعائلات عم بكرت أبيها أبيدت. ثم
زرعوا على الجماجم 3 زهرات، واحدة سموها الحرية، واحدة سموها الأخوة، واحدة سموها المساواة. على شو بنيوا هالحقوق الثلاثة؟ على 1,400,000 قتيل، يعني ما يعادل 5% من الشعب الفرنسي اللي كان بوقتها متوسط العمر 29 سنة. 29 سنة بس متوسط العمر، وكان عدد سكان فرنسا 27 مليون، يعني كانت كارثة كبرى. اليوم بدك تعمل حقوق، ما ضروري تنعمل الحقوق على ملايين الجتت. نطلع للقرن 20، قرن الأهوال، قرن المجازر، بين الحرب الأولى والحرب الثانية ربع قرن، سنة 14 سنة 40 ربع قرن، لكن 100 مليون قتيل. لما قرروا بسنة 1948 انه يعملوا اعلان شرعة حقوق الانسان، ثبتوا مكاتبهم، الدول ثبتت مكاتبها فوق 100 مليون قتيل. يعني دائما البشرية تتوصل الى صياغة شيء جاي بتكون مرقت، بتكون بحفل دمار شامل شامل. بقى هيدا الدماء اللي سالت، لو كانت حبر، دماء المئة مليون اللي سالت لو كانت حبر لشكلت عشرات آلاف المجلدات، وما كانت تكفي إن تحكي عن المآسي والويلات والمجاعات والأوبئة والدمار والدمار الثقافي والمادي والقتلى. 100 مليون الحرب الثانية 55 مليون، على إطار أوروبا يعني 100 مليون، يعني أيوة. الكمية الكبرى كانت بأوروبا. كمية الكبرى كانت بأوروبا، السبب لأنه استفاقت العنصرية، والعنصرية والعلم من دون ضمير كارثة. هو علم قاتل، هو علم قاتل. فاستفاقوا على هالأمر هيدا ووضعوا شرعة حقوق الإنسان. تقرأ شرعة حقوق الإنسان بتحس إنه حاطين الإنسان بالفردوس، بس هالإنسان اللي حطوه بالمحل العالي مثالية، كانوا يعني. أيوة، بالنظريات المثالية كانوا ما خلوا إنسان حي. يعني تصور قتلت عمداً النازية 6 ملايين إنسان، تصور إنه كانوا يقتلوهم بالبداية، طلعوا بفكرة فكرة شوفينية خطيرة انه في الدم القاري، هودي شعوب فوق شعوب فوق البشر، كل واحد ضعيف، كل واحد مريض، كل واحد عجوز، كل واحد مش طبيعي، قتلوه. اول شيء عقموه، بعدين لشو عقموه؟ قتلوه، قتلوهن وسحبوا ادمغتهن وسحبوا اعضاءهن ووصلوها على المستشفيات الكبرى ببرلين حتى يعملوا ابحاث ودراسات. شكلوا 300 عالم بيولوجي وعالم صحة وحكيم وإلى آخره حتى يعملوا دراسات وأبحاث حول هالناس اللي عم بيقتلوهم. يعني انتفت الرحم كليا. يعني أنا مرة قريت على التوائم، عملوا شغلات على التوائم تشوفوا ليش التوائم بيتأثروا هيك، أبادوا بعشرات التوائم. يعني المسائل يعني بشيب إلها الإنسان الحقيقة لما يقراها، شيء خطير كتير. اجوا وضعوا شرعة حقوق الإنسان ب 48، أتبعوها بشرعة حقوق المرأة. كان ممكن تكفي شرعة حقوق الإنسان، كان ممكن تكفي، لأنه الإنسان كإنسان، إنسان هو رجل وامرأة، هو رجل وامرأة، ولكن لأنه في ظلم متمادي بحق المرأة في العالم، وأنه هي عند النظرة إلها دونية وهي تحت المستوى الرجل، عملوا شرعة لحقوق المرأة، وعملوا بالأخير بالتسعين شرعة لحقوق الطفل. هيدي بإيد الدول الكبرى سيف مسلط له حدين. هذا اللي بقول لك يا دكتور، يعني في بعد الأوقات على بنقاف على قتل شخص واحد بمدينة كاملة وبنقول وين شرعة حقوق الإنسان، نعم. وتهب الدول وتقوم النخوة، نعم. وبعد الأوقات تباد شعوب كاملة بمطارح
يغض الطرف عنا، لأنه هاي الدولة إلى مصالح مع الدول الكبرى وما بدهم يضروا عندها مصاري وعندها علاقات تجارية ضخمة وعندها موارد طبيعية كتير مهمة، فما بنشوفهم هودي كلهم. يعني تخيل بالنسبة لتركيا مثلا، تركيا عم تطالب خاشقجي اليوم، كشف كيف نقتل خاشقجي، شيء مهم كتير يعني. خاشقجي يعني شيء كتير مهم. طيب المطرانين وين؟ اللي اختطفوا من منطقة نفوذة وين؟ طيب والأرمن؟ هلأ هندي لما أبادوا الأرمن ما كان فيها يعني إيه؟ لحقوهم بالبراري، لحقوهم بالوديان، لحقوهم مع اللي لفوا معهم من الدول العربية، هني والسريعين عملوا أكوام من الجماجم. صح، وفي صور 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 موجودة أكوام من الجماجم. وبعدين هلا بدها تفوت على نادي الدول اللي بترعى حقوق الإنسان ولا تريد أن تعترف بالإبادة. يعني كيف ما بتعترف بالإبادة وبدها تفوت على نادي الدول اللي بتتبع وبتمشي بحسب حقوق الإنسان؟ طيب ما ممكن دخل. طيب نحن بال 1915 بجبل لبنان لم نتعرض لإبادة تشبه أو تماثل الإبادة الأرمنية؟ أكيد احنا عندنا فوق ال 200 ألف قتيل، وفي عندنا ناس وكلنا 400 ألف أيوة يعني، وناس هاجروا وفلوا بالعشرات وفلوا بالبواخر. الهجرة الكبرى كانت من وراء هذه المجاعة. أيوة. مجاعات بالكبيرة. يعني خلينا نقول مثل ما قال جبران بالزمان، قال جبران بالزمان قال قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. يعني اليوم طلع رئيس أوروبا، رئيس فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا يحكوا بحقوق الإنسان بالنسبة للخاشقجي عال، وهال 14 مليون يمني عم بيموتوا جوعا. المسيحيين اللي تهجروا من العراق من بيوتهم هني ومنطقة السنجار مع الأزيديين وغيرهم، طيب هو كمان ما لهم حقوق؟ هو دي لهم حقوق كتير، وأكلت حقوقهم، أكلت حقوقهم. هلأ الإعادة بطيئة بس الإعادة فيها خوف. يعني ما حدا بقى اللي قادر يثبت جرايه برات هالبلاد مش عم يرجع. طيب دكتور، ما بتعتقد انه شرعة حقوق الانسان لمن اعطت الانسان هالحرية بكل التصرف شذ الانسان؟ يعني لمن اطلقت له يديه مثل ما بالحرب اطلقت العنان للعنصرية والوحشية والى ما هنالك، هلا بطريقة الحرية كمان انت فلتته هالحرية المطلقة أدت فيه إلى شذوذ وإلى أمور خطيرة اليوم. خليني أقول لك، الدولة ما فيها تمنع حرية، فيها تحد، ممكن تحد ولكن ما فيها تمنع حرية. يعني قدر الإمكان فيها تعمل نوع من الضبط، لكن الضابط الحقيقي للإنسان هو ضميره وهو رجعته لربه. هيدا الضامن الحقيقي لأخلاقية الإنسان. أما إذا الإنسان تفلت من كل قيود من كل نظم أخلاقية يبيح لنفسه ما يجوز وما لا يجوز، ما يليق وما لا يليق. نجي اليوم منقول والمسيحية شو عملت؟ طيب تاريخيا المسيحية دكتور يعني ما بتشرف كتير تاريخيتها، يعني إذا بنرجع لحقوق الإنسان قبلت بالعبودية بمطارح كتير، كان في قتال الإخوة بمطارح كتير، كان في كمان حتى الأشخاص اللي خارج حضارة أوروبا، إنه لما راحوا إلى أمريكا الجنوبية وإلى الاستعمار أبادوا شعوب يعني وهني مسيحيين ونزلوا باسم التبشير. لا لا، بدنا نحكي شغلة، في فرق بين العقيدة والممارسة. والممارسة أنت بدك تحاسب المسيحية بتحاسبها على عقيدتها، بتحاسبها على مضمونها. اللي منتسب للمسيحية ومش عم يطبق مسيحيته مش هي مسؤولة عنه.
يعني اليوم في مسيحيين. بس كلامك خطير، تقول لك وين دكتور؟ يعني اليوم كمان بنبرر الاسلام انه الاسلام هو جيد، ولكن داعش كانت خطا، ولكن هي اجت نفذت الاسلام اذا بدنا نقول يعني بهالمفهوم هيدا. كمان المسيحيه عم نعمل لها زيت الهيكل تقسيم طيب بين الواقع والفعل يعني. اي مزبوط مزبوط، بس نحن خود العقيده المسيحيه كلها من اول انجيل متى لاخر سفر الرؤيا، تسمع غير نداء المحبه؟ تسمع غير نداء حب غيرك؟ الرحمة، الرحمة، الرجاء، العلاقة الطيبة مع الآخر، مساعدة الآخر، تسمع غير هيك؟ لا أبدا ما بتسمع غير هيك. هلأ الخطأ باللي مش عم بيمارس العقيدة، مش مسؤول العقيدة عن إنسان هو ما طبقها، بدك تشوف المحتوى. يعني اليوم ناخد مثلا المسيح بيقول قيل للقدماء لا تقتل، أما أنا فأقول من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر. قيل للقدماء عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول. خليني أوقف شوي أنا وياك عن كلمة أما أنا فأقول. جرأ شي نبي بالعهد القديم يقول ربنا قال هيك أما أنا فأقول؟ لا أبدا ما تجرى حدا. يعني اليوم إذا في ملك، إذا في ملك أعطى فرمان، بيقدر رئيس الحكومة اللي عنده يقول قيل لكم كذا، قال الملك كذا، أما كذا. أنا فأقول، أما أنا فأقول. يكون في انقلاب، بيكون في يروحوا. واحد من الاثنين بده يروح، يا الملك يا رئيس الوزراء. لو إجا الابن خليفة أبوه والبي قال هيك وانا كمان بدي اضيف شيء وبدي اقول هيك، حدا بيعترض؟ حدا بيعترض؟ اليوم المسيح تبارك اسمه هو مساو للاب في الجوهر. الاب اعطى الشريعه وهو قال اما انا فاقول، بما له من سلطان الهي، بما له من حقوق الهيه، قال اما انا فاقول. طيب اللي عم بيقوله المسيح بيطبق عمليا؟ يعني هون بدي اسالك انا، يعني بيطبق عمليا؟ هل المسيحيه، هل اللي قاله المسيح هو ضد العنصريه يعني اللي هي كانت سبب البلاوي الاكثر في التاريخ؟ رح نحكي بالتفصيل عن قصه العنصريه، بس خليني بعد بهالنقطه هي بدي ابر. بدي اقول انا انه لما عم بيقول المسيح ما تعاملوا بالمثل، اذا ضربك ما تضربه، ما تضربه، اللي بيسخرك ميل مشي معه ميل، ميلاي واللي بده القميص اعطيه جاكيت كمان، اعطيه الثوب ايضا. شو بده يقول المسيح؟ بده يقول المسيح انه انت مسؤول ان توقظ باخيك الانسان حس الكرامه والحس الانساني، بدك توقظ باخيك ضميره. اليوم اذا رديت الصاع صاعين ما بتكون خدمته، بتكون ذليته، انتصرت عليه، بس ربيت بقلبه الحقد. أما إذا كنت صبرت عليه، صبرت طول، العاقل، العاقل هو اللي يصبر، وفخره الصفح عن المعصية. العاقل بيقول سليمان الحكيم هو اللي بيصبر وفخره الصفح عن المعصية. فقد ما في الإنسان يوقظ، لأنه مثل ما بيقول الكتاب إنسان بلا كرامة يشبه البهائم التي تباد. فبدل ما تيجي تذله وتكسر له كرامته، ايقظ فيه الروح الانسانيه الطيبه واعطيه مجال لحتى يرجع لنفسه ويواخذ حاله. اذا كان انسان مقعد وقال لك ساعدني، او محتاج وقال لك ساعدني، ليش ما بدك تساعده؟ بدك تساعده، واجب تساعده. يعني دائما كان يقول اصبر عليه، طول عليه، طول بالك عليه، حتى هو يستيقظ ضميره. يعني انت مش معناتها اذا طولت بالك انهانت كرامتك، انت اذا طولت بالك وصبرت عليه فتحت له مجال لحتى يستيقظ ضميره ويوح. نجي لمسألة العنصرية، وهذه مسألة خطيرة كتير. اجا عالم بالناموس، دكتور لغة، قال له للمسيح، قال له
شو بدي أعمل لحتى أورث الحياة الأبدية؟ قال له المسيح تحب رب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك، تحب لا تقتل لا تسرق لا تزني، تحب قريبك كنفسك. لحتى يجرب المسيح هو إم قال له طيب ومن هو قريبي؟ يعني تصور فتح له باب للمسيح لحتى يطلق رسالة خالدي. قال له من هو قريب؟ عادة قريب اللي بيقربني، اللي من دمي من لوني من قبيلتي من 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 جماعتي هيك. عشيرتي فكره اليهودي هيك انه انا ابن عشيرتي هذا قريبي بدين مثل ديني بيعمل بيقوم المسيح بيطلق له هالقصة الشهيرة بيقول له انسان مسافر بين اورشليم واريحا شي 20 ميل وأريحة واطش 80 متر تحت البحر وقع بين دين لصوص جرحوا وعروا وسلبوا وضربوا تركوا بالأرض تركوا بين حي وميت بالصدفة فاتفق أن كاهنا مر من هناك ما بيحكي اليهودي هو والكاهن كاهن يهودي مر من هناك جاز من هناك تفت هيك مرم وجهه وبقيش عمل حاله مش شايفه الشريعة بتجبره انه يقرب ويساعده ويعينه قال لك اذا مات بين دي بدي اتنجس بقاش فيني روح اقدم ذبيحة بدي ارجع اطلع على أرجع على اورشليم واقدم ذبيحة ذبيحة واقعد انطر 7-8 ايام لحتى اقدر اتقدس واقدر يمشي شو بدي مش شغلة لا شفته لا شلفك لا شات ولا شفته شوي اجا لاوي بعد منه سيفه نظر اليه هذاك ما طلعش نظر اليه قال لك علا شو بدي بهالشغلة هيدا لو ما كان عامل تبديع بخصمه ما عملوا فيه هيك عين بعين وسن بسن الله جزاه لو ما بيستاهل الله ما ضربه ماشي واذا بسامري مسافر جاء اليه شوف التعبير الكتابي تعبير من الدقة والوضوح بحيث يعني تستوقفك عليه تفتيش تستوقفك جاء إليه وقف إذا ترك لنفسه العنان هالسامري تيفكر قديش بيعانوا من اليهود اليهودي ما بيسلم على السامري وإذا سلم عليه بيتنجس ما بيحكيه بيكفره ما بيزوره ما بيأكل معه بيكفره وما بيعترف فيه أبدا وبيكرهه يعني قلوب الصورة لو كان السامري هو المجروح كان ما تأخذني تف عليه ومش إيه دعس عليه ده الله أهدر كل هودي ما حضروا لذهنه اللي حضر لذهنه حس الإنساني انه هيدا انسان جريح محتاج لازم ساعده بيقول سكب خمر طهر له جروحه وسكب زيت لين له جروحه البسه واركبه على دابته وراح مشي وراه مشي وركبه على دابته وجابه على الفندق تحب نوقف اذا بتسمح خلينا ناخد استراحه صغيره وبعد الاستراحه دكتور بنكمل تنشوف شو صار مع السامري وين هالعنصريه كيف ابادتها المسيحيه بهالتعليم هيدا اخوتي المشاهدين خليكم معنا لبعد الاستراحه برحب فيكم مجددا اخوتي المشاهدين بحلقتنا الليلي حول المسيحيه وحقوق الانسان كما برحب بالضيف بالدكتور بطرس الحلو اهلا وسهلا فيك مجددا دكتور وبنشكرك على حضورك وعلى عمق هالثقافه اللي عندك اياها وسعه الاطلاع اللي فعلا عم نضوي ولو بشكل سريع على 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 موضوع هو من الكبر والوسع بده ساعات وساعات وبعدنا لليوم عم نعمل حلقات حوار وبحث والى ما هنالك دكتور كنا عم نحكي عن العنصرية والمسيحية كيف سامري الصالح ما بالسامري الصالح السامري حمل هالجريح أيوة. السامري حمله وعارف انه هاليهود اللي حمله يكون له كل العداء
كل كره يتنجس منه، يعني لا يكلمه أبدا. جابه على الفندق ودفع للفندق دينارين وقال له اهتم فيه ومتى رجعت كمل لك. أنا بكمل لك. كان أصل المسيح من هالكلام كله يقول للعالم كله إن جاع عدوك فطعم اطعمه خبزا، وإن عطش اسقه ماء، فإنك بذلك تجمع جمر نار على رأسه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. يمكن هالمقولة ما حدا قالها بتاريخ البشر، ما في لا قبل ولا بعد ولا اليوم ولا حتى اليوم بحقوق الإنسان. يعني حقوق الإنسان على هالسلم الشاهق بتوقف على أوطى درجة من هالسلم الشاهق، بينما المسيحية توقف في أعلى القمة. ما حدا قدر يقول اللي ضربك على الأيمن حول الآخر، أحب عدوك، لأنك عم تجي توقظ فيه حسه الإنساني وعم ترجعه لإنسانيته وعم ترجعه لكرامته وعم تربحه. أنت ما بدك تكسره وتخسره، أنت بدك تصبر عليه وتربحه. يا عم اليوم إذا تشارعوا اثنين قال له إذا دعست لي عجري بتعس لك عرقبتك، بينما المسيحي بيقول لك إذا دعست لك عرقبتك طول بالك عليه حبه. حبه ليه؟ لأنه بهالطريقة واحدة بدك تخليه يندم ويبطل يعمل هالشغلة. أنت هدفك يعني عم تربحه بالإيجابية مش بالسلبية. أيوة، ما هو السلبية بتجيب السلبية. صح. بينما لما تغلب الشر بالخير، الخير دائما ينتصر على الشر. بيرجعوا حكيوا عن حقوق المرأة. طب المسيحية يعني المرأة اليوم كتير حقوقها رايحة، إذا بدك حتى بقلب الكنيسة ما بتصير خورية. خليني أخبرك. أول شيء خلينا نحكي بالأول عن حقوق المرأة من حيث النظرة إلها. نظرة إلها نظرة دونية. هن اليهود لما جابوا المرأة اللي أمسكت بذات الفعل، هن عملوا نوع من الكومبرومي، نوع من الخديعة. أول شيء اللي عمل الفعل مفروض يكون ماشي ومذلول معه ومحطم معه. هي ما زنيت لوحدها، في زيني. أيوة في زيني معه. خبوه حتى هن قالوا له روح وترك الباب مغلوق تنقدر نفوت ونكمشها بذات الجرم ومن هربك انت. جابوها شبعوها ذل في الطريق واهانه وحطموا لها نفسها، شرشحوها مثل ما بيقولوا، نشروها على صنوبر بيروت. وصلوا الى الهيكل وحطوها في الوسط وعملوا الخديعه على المسيح. خيروه بين امرين، قالوا له موسى قال مثل هذه ترجم، وأنت ماذا تقول؟ لقطوا بالشريعة، في يكسر الشريعة. إذا قال لهم ترجم ما بيرجموها، بروحوا لعند الوالي الروماني بيقولوا له في واحد منصب حاله قاضي عم بيقولوا له هيدا اقتلوه هيدا اقتلوه، وأنت عارف إنه ما حدا ممنوع يحكم بالقتل إلا الرومان. بقى شوف شو بدك تعملوا فيه. وإن قال ما تقتلوها بيقول يعني أنت عم تكسر ناموس موسى، يعني كيف ما برام القصة مش ضابطة رايح عليه. المسيح انحنى على الأرض وكتب، انحنى وكتب، أكيد كتب. في آية بالعهد القديم بتقول الحائدون عني في التراب يكتبون. المهم تركهم شوي تبرد غضبهم شوي، حاملين الحجار وناويين، وقف وأملى نظره بالكل بنظرة واحدة ثاقبة، فاحص القلوب والكلى ومختبر الكلى. قال لهم من منكم بلا خطيئة، وهي الخطيئة بالذات، فليرمها أولا بحجر. فخرجوا مبتدئين من الشيوخ، من أكبر وغنزور الروس الكبيرة ظهروا. قال لها العبرة، قال لها يا امرأة أين الذين اشتكوا عليك؟ وين؟ قالت له كلهم ذهب. بقى في حد؟ أما دانك يا حد؟ قالت له كلا. هو اللي له حق كان يمسك الحجر ويضربها المسيح لأنه بلا خطيئة، لكن المسيح مش هي شغلته. قال ولا أنا أدينك، اذهبي بسلام ولا تخطئي أيضا. فاتت ذليلة محطمة ظهرت مرفوعة الرأس، فات روس كبير وعالي وشامخة ظهروا أذلاء مدانين. هم أكلوا الدينونة وهي أخذت الخلاص.
كان هدف المسيح من كل ذلك أن يعطي للمرأة حقها، مش قاعد مع السامرية يحكي هو إياها وتقول له كيف عم تحكيني؟ ما أنت يهودي وأنا سامرية، وأنا سامرية يعني، فعم تحكي معي وبدك تصيق كمان بدك. قال لي لو تعرفين الذي يطلب منك هذا لطلبت أنت منه فأعطاك مع حياة. وراح تخبر إنسان قال لي كل ما فعلت. طيب المهم دكتور، عند المسيح يعني أكرم المرأة وأعطاها ملء الحقوق وعطي كل كرامتها، مش بس، لكن المسيحية بعدين لم تنصفها. خليني أحكي، خليني أكفي لك بالنقطة هي بالذات. الرسول بولس بيقول أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. إذن لا فرق بين يهودي أو يوناني أو عبد أو حر أو رجل أو امرأة أو رجل، الجميع واحد في المسيح يسوع. صحيح، يعني أعطاها قيمتها وأعطاها عظمتها. أجوا المسيحية كسروا ما قاله المسيح. لو كانوا هن تحت اسم مسيحية بس كان عندهم أهداف استعمارية، أهداف ينشروا الدين بالقوة، مش هيك المسيحية، مش هيك المسيحية أبدا. لما انطلقت المسيحية مع بولس والرسل وبشروا الأمم، كانوا الرومان يعملوا جلسات سمر بالملاعب، يفلتوا الأسود الجائعة ويتسلوا بالمسيحية، ويجيبوا من رؤساء لا أساقفة لا كهنة لا شعب العادي، ويرموهن للأسود الجائعة حتى يتفرجوا ويتمتعوا بمنظر الأسود كيف تفتك وتشلع أجساد المسيحيين القديسين. ولكن هذه الشهادة وهذا الدم هو بذار الكنيسة. هني قتلوا والمسيحية يصلوا، تاهوا في البراري في شقوق الصخور في المغاور، ولكن ظلوا حاملين اسم المسيح حتى جاء الوقت الذي فيه خضعت الأمبراطورية الرومانية للمسيح. لما وقف قسطنطين الكبير وقدامه جيوش الفرس بأعداد جرارة بدها تقتحمه وعنده عدد قليل، ارتعب. اجته الرؤية الإلهية، صليب بيقول له الكلام الإلهي بهذا تنتصر. باليوم التالي لا خلى درع لا خلى ترس لا خلى إيد لخل علم إلا كل رسم الصليب فيها، وقال لهم بهذا ننتصر، وانتصرت المسيحية. يعني اليوم بدك تعرف شغلي إنه أنت فيك تربح إذا سلكت بحسب إرادة المسيح، ولكن إذا جيت عملت ويلات، شو كانوا يعملوا بالعبيد؟ يحطوهم بكعب السفن، راسه كعب يشتروهم وودوهم. هو المسيحية كانوا يعملوا، هو كانوا مسيحي. بينما آمن شخص بالمسيح أيام بولس اسمه فيليمون، شخص وجيه معتبر غني عنده عبيد عنده إماء عنده واحد من العبيد، هو بلش يحاسن ويلاطف هالعبيد ويعمل لهم كل منيح. واحد من العبيد سرقه وهرب، وقع بيد العدالة بروما، وكان بولس الرسول هناك بشره آمن بالمسيح وعمل محكوميته وبده يظهر. قال له بولس بترجع لعند سيدك؟ قال له شو بدي ارجع، ما عيش رد له اللي قاله، هلا قاله حق علي بكثير اشياء، ما عيش رد له، هو يمكن ينتقم مني. مش شغلك انت، خذ هالرساله واحمل له اياها. هيدي الرساله بالذات بيقول الرسول بولس لاخيه فيلمون، بيقول له انا رديت لك أنسيموس العبد، اقبله كاخ نظيري، اقبله نظير، اعتبره اني اعتبر بس فات أنسيموس انه بولس الرسول فات، واذا كان لك علي شيء انا اوفي. وهيدا طبعا برمزيتها المسيح يخاطب الاب، هذا الانسان بكل الجنى اللي عملوه بكل الشر اللي عملوه انا راح ادفع خطيئة. انا بدفع، انا بوفي، اقبله نظيري. لذلك يقول لا اعود ادعوكم عبيدا بل اخوه احباء. دكتور
يعني تصر أنت أن المسيحي شيء والمسيحيين شيء آخر، والذين يدعون المسيحية شيء آخر، والذين يدعون المسيحية. ليش اليوم تنقول يا سيدي كوريا الجنوبية انقلبت في فترة من الزمن ربع قرن أو نصف قرن صارت كلها مسيحية؟ صح، بالسيف بالقوة أبدا، بالسلم بالمحبة. حتى بالصين عم تنقلب والمسيحية هني اللي عم يضطهدوا. شرق آسيا كلها عم تتحول للمسيحية، الهند والصين بشكل سريع رائع. يعني تقارير بتقول انه ما لا يقل عن 30 مليون انسان عم يتحولوا للمسيحية بأعداد هائلة. ليه؟ لانه رسالة الحب، رسالة الحياة، رسالة الرجاء. اليوم عندنا مثل حسي قريب وقت اللي انكمشوا هالشباب الاقباط، هودي الشباب الاقباط اكثر من 20 شاب بليبيا جابوهم لابسينهم يونيفورم، لابسينهم نوع أورانج. من لون الليمون اورانج وجابوهم. هلا هودي فقراء، بيقول الرسول بولس كفقراء ولكن نحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. جابوهم وركعوا. انا رسمت السيناريو قدامي انه وصل داعشي لاول واحد قال له أتبقي على مسيحك ومسيحيتك وتقتل أم تنكرها فتحيا؟ كان جوابه لي الحياة هي المسيح والموت والحياة. نقلوا للثاني نفس الحكي، نقلوا لآخر واحد نفس الحكي. هلا يقال انه احد الاشخاص كان عم يطبطب بشفافه وحللوا الكلمات، كان عم بيقول يا يسوع ارحمني. اكيد. هلا لقموا السلاح وهن صرخوا بصوت واحد إن عشنا فلربنا عيش وإن متنا فلربنا نموت، إن عشنا وإن متنا فلربنا عنا. وانهمر الرصاص عليهم، انهمر سكاكين ذبحوهم، ونزلت دماء القديسين تربي أرض ليبيا. هذه الدماء هي البذار، هي بذار الكنيسة. صحيح. هيدي بذار الغد، ما في شيء بروح. هلأ إني شيل من الدواعش الشهادتين، شيل منهم الشهادتين ان هني بيدعوها، يعني وحدة الله ورسولية الرسول، شيل هالتنين، ما في شيء من اعمالهم بيوحي انهم بشر مثل بقية البشر، ما في شيء. يعني بفوتوا على الجامع في ذروة الصلاة يوم الجمعة، او بفوتوا على الكنيسة بذروة الصلاة يوم الاحد، او بشوفوا عرس وبهجة او مأتم، بفوتوا بأحزم ناسفي وبيفجروا الناس وبقتلوها. طبعا بشو؟ بالجنة، بالحريات. يعني هيدا شاهد حي أن المسيحية لا تموت. المسيحية حياة وشهادة. المسيحية هي التي تبني البشرية. طيب، في الحب. إذا رحنا إلى المرأة اللبنانية، عم بتطالب اليوم الجمعيات النسائية وجمعيات المدنية انه يا اخي المرأة لها حق تعطي جنسية لأولادها، وهذا حق شرعي ولكن مرفوضة في لبنان. خير. وين حقوق الانسان هون بالخبرية؟ انا بدي اسألك سؤال، ما هو الاهم، حق الفرد او حق الامة؟ حق الامة. اول حق الامة، وهيدي بدي فصلها شوي. انا مع انه كل واحد له حق ياخد حق، بس أنا بياخد القصة فرادة، واحد واحد. شو وضعك؟ شو حالتك؟ شو القانون بيقول؟ نعطيك ما بنعطيك. أما أن تشرع، يعني فتحت الباب، تفتح الباب، سكرت التوطين من الطاقة، خلعوا البابين وفئتوا، ما بتجوز هيدي، لأنه عم يتربصوا فينا شر كتير منظمات عالمية وناطرة يطلع قانون من هالنوع. ساعتها بيوصلوا بخشوا مثل النعس، سواء بالشباب الفلسطيني أو بالشباب السوري، يتجوزوا ولادكم بيجوا لبنانية، ولادكم بيجوا لبنانية، بصير مثل كرة الثلج، بصير مثل كرة الثلج، تكبر وتكبر وتكبر، وبالأخير بيقولوا له للفلسطيني بترجع على فلسطين، بيقولوا له صار لبناني، وين بدي ارجع؟ أنا لبناني، لو ما بدي أروح. بتكون خسرت القضية الفلسطينية وخسرتنا قضيتنا. نحن مع الحس الإنساني، فلما القانون
بده يضر الأمة، الأمة أبدا من القانون. هيدي لازم نعرفها. يعني اليوم بيقولوا لك ممنوع التعذيب، اوعى تعذب انسان بالتحقيق. طيب يا خيي، اذا واحد عامل انقلاب وملغم 60 بنايه بمدينه وموقت لحظه الانفجار، كما شو يا روحي يا عيني، والله يرضى عليك وتسلم لنا. طيب هون عم تضرب حول الانسان، ينتبه دكتور، عم تحكي شيء خطير. اكيد اكيد، لان برجع بقول لك خير الجماعه يتقدم على الفرد. هيدا بده يضل ياكل خبيط لحتى يقول وين موضوع الحزم الناسفه، حتى بسرعه يعطلوها تما يموت 1000 و2000 و10000. يا خيي، خير ان يموت انسان ان تفنى امه. يعني يا خيي، فات شاب معه رشاش على مدرسه، وصل على الملعب والتلاميذ بالملعب والشرطه واقفه، بنقوصه ولا بنترك يقوص؟ بنترك يقتلهم كلهم، هو جاي يموت. هلا قدرنا قوصنا له ايده، قوصنا له اجره، ابقيناه على قيد الحياه خيرا لا والا وبلا، لكن بيقتل 100. يعني تصور قراصنه مهاجمين باخره فيها 1000 هون كمان او 2000 انسان، شو بدك تعمل؟ تصلي لهم؟ هجمين. طيب هون وين راحت احب اعدائك؟ خي هون هون انتبه، شو صار لما هون؟ انتبه هون صرنا بسيف ذو حدين. حسم اغسطينوس القديس اغسطينوس، وحسم القديس توما الاكوين، حسم بما يسمى بالحرب العادله. قال لهم الحرب العادله هي الحرب التي فيها دفاع عن النفس، والدفاع عن النفس والدفاع عن الجماعه ضروره مطلقه وحق مكتسب. هلا توما الاكوين، القديس توما الاكوين راح ابعد، قال انا اخشى ان تبدا عادله وتنتهي شريره. وهي هيك اجمالا بتصير. كيف؟ تبدا عادله وتنتهي شريره. فاذا كانت الحرب عادله، يعني انت عم تنقذ 10000 بالباخره وعمال بتروح قراصنه 10 او 15 او 20، شو بتعمل؟ ليه؟ لانه بنرجع بنقول العام اهم. يعني هم بين شر اكبر وشر اصغر. اكيد تختار الشر الاصغر. اكيد، يعني دائما في استثناءات، دائما في استثناءات. اليوم نحن بنتمنى ياخذوا كلهم، كل وقت كل واحد بمفرده فليكن، اما ان نشرع فاطلقنا من كون اطلقنا العنان وبدا وفتحنا الباب واسعا ولا يستطيع احد ان يغلقه. لان بصير بدك تلتين، جيب تلتين. نين بتجيب تلتين؟ ما فيك تجيب تلتين، اقرت. ما بعدنا طالعين من مصيبه ال 400,000 مجند اللي هن من 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 لون واحد، ما بعد كمان بدنا نحط ديموغرافيا فوق ديموغرافيا، صرنا اقليات اقليات. ما بيصير. طيب عندك حقوق الطفل دكتور؟ حقوق يعني الطفل، لانه الوقت عم بدهمنا. حقوق الطفل الحقيقه كان في اصرار انه الطفل لا يجب ان يبقى خارج المدرسه. التعليم الابتدائي المجاني لكل انسان، دروس الاوليه، واذا في امكانيه لاكثر فليكن. يعني العماله للطفل غير جائزه، والطفل له حقوق بيعبر عن رايه، ممنوع توقفه، ممنوع تكسره وتضربه لانه عم يعطي رايه. المسيح لما اجوا الاولاد راقدين حاشكين عليه بدهم يسلموا عليه، اجوا الرسل والبقيه بعدون قالوا لا، دعوا الاطفال ياتون الي لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. كان رايح لابعد، كان عم بيقول لهم بدكم ترجعوا بافكاركم لهالبراءه، بدكم ترجعوا بفكركم لهالمحبه العفويه، المحبه بدون غرضيه بدون غايه، حتى تقدروا تكونوا من ابناء الملكوت. فالطفل محمي في المسيحيه، والمراه محميه في المسيحيه، والرجل محمي في المسيحيه. هون بحقوق الطفل يعني ما تكلموا عن حقوق الجنين، يعني اغفل الشرعه اغفلت هالنقطه هذه، وكانه الانسان الجنين لا حقوق له. خليني اخبرك، لم تثر هذه القضيه عمدا. لم، لا اساسا
ايه بس عمدا لم تصر، عمدا يعني لم تصر لانه تركوها لقلك ليه؟ تركوها لانه في دول تقرر الاجهاض وفي دول تمنع الاجهاض، والكنيسه تمنع الاجهاض، الكنيسه تمنع الاجهاض. فالدول لحتى ما تفوت بهالمتاهه، ان شوف كانوا حذرين، يعني جربوا يعملوا نوع من الاتفاق بين الثقافات، يعني اخذوا هالثقافات كلها، جي عملوا مروحه عريضه تقدر ترضي كل الناس، بس ضلوا يصطدموا بعقبات كبيره. قلوا للاوروبي خور اثنين نسوان بيقدر؟ لا ما بتركب بعقله، لو كان جواز مدني ما بيقدر، طلق وحده بياخذ وحده منيح. شفت ما بيقدر، بينما عقيده وايمانا ودستورا عند اخوتنا المسلمين بيلو حق، اللي بيتني بيطلع له الجنه له حق. ايه وهيدا اخر مره عمل عجيب الرئيس اليمني، رئيس اليمني اصدر فرمان قال لهم بالنظر للفقر والعوز والمجاعات وكذا يفرض على كل رجل متزوج ان يتزوج امراه ثانيه وثالثه ورابعه، على شرط انه الدوله بتعطيها الحد الادنى للمراه اللي بتتزوج، والا اذا تمنع يجزن سنتين وبيدفع عن واحد اخر تزوج وحده ثانيه. اما المراه اذا منعت زوجها انه يتزوج وحده ثانيه بحطوها بالحبس سنه. لا هون ما فيكش تحكي بحقوق الانسان بقى. وين هون حقوق الانسان؟ بقاش فيك تحكي جد، بقاش فيك تحكي بحقوق الانسان. المهم نحن بالحقيقه كل ود كل محبه لاخوتنا المسلمين، ما عندنا اي شيء تجاههم. وهن عندهم عقيدتهم وعندهم ايمانهم وعندهم، بس في مسائل تتعارض كليا، تتعارض يعني مع ما هو مطروح من حقوق الانسان. واليوم في تطور لافت للحقيقه لاحظناه بتونس مثلا. بتونس مع ابو الغيبه طور النظام كله، حتى هلا بعد سقوط يعني بن علي وهي ما قدروا يعني رفضوا التونسيين اللي اكتسب الحق المكتسب مكتسب، رفضوا يرجعوا الى اكيد عنده حقوق الانسان مكرس. طيب الى حد ما دكتور نحن بعد معنا دقيقه، بهالدقيقه شو بتحب تقول عن يعني مقارنه سريعه بين المسيحيه وحقوق الانسان، هي الافضل؟ لا للحقيقه المسيحيه ما شرعت بالتفصيل، عطت الخطوط العريضة وتركت للإنسان يبني نفسه استنادا للكتاب بوزيتيف للإيجابيات. يعني هي يعني إذا بدك بناءة، هي أيوة مثل مدرسة. أيوة نعم. بناءة للإيجابية، فتحت مجال قد ما بدك تروح بالإيجابية، قد ما بدك تروح بالإيجابية حتى تحمي الفرد وتحمي العائلة وتحمي الجماعة وتحمي الدولة. نحن باخر هاللقاء دكتور بدنا نقول لك شكرا، ان شاء الله تكون حقوق الانسان في لبنان مصانه ومحفوظه الى حد كبير، الى حد كبير بهالشرق الافضل، بهالشرق يعني لبنان هو من المراه، عندنا المراه قاضيه والمراه ضابط وزير داخليه يعني، والمراه صح. وزير داخليه والمراه دكتوره بالجامعه والمراه بتسوق سياره والمراه عند المرأة حرية التعبير ساعة اللي بدها واللي بدها، منخرطة في السياسة، منخرطة في النقابات، في الاقتصاد، كيف لك؟ لا 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 عنا نحن الحمد لله لحقوق كاملة، نحن صار بدنا حقوق الرجل، نحن بدنا حقوق دمنا. بدي أشكرك دكتور مجدداً، إخوتي المشاهدين على أمل اللقاء فيكم الأسبوع القادم، بستودعكم سلام المسيح.